إذن بسمك اللهم نبدأ على بركتي نتوكل منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح أيها المتابعون الكرام عبر كاميراتي وقنوات ياس التي هي دائما لكل الناس أيها المستمعون عبر الأثير FM من أركاني وأقطاب هذا الميدان من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة في أبوظبي مع هذه التحديات ومع هذه الانطلاقات في هذا اليوم التي خصصت لسن الحقائق تهانينا والناموس لجميع الفائزين انطلاقة شوطنا الرابع الذي يحمل في طياته وكشوفاته وبياناته القعدان الحقائق مقدمة الشوط أتابع صامد على أول الأسماء ساري بن بخيت بن مبارك المزروعي يقدم لنا صامد على أول التحديات بينما النقل والانتقال على المركز الثاني لأتابع متعب علي بن مسلم بن سالم المنصوري يتقدم على المركز الثاني بينما أتابع شعار الخيل قادما في هذه اللحظات ينطلق في هذه الأثناء ويقدم لنا شعاره بهذا المستوى وبهذا الأداء الكبير مع الشارد خليفة بن نصيب خليفة الخيالي والمركز الرابع في هذه اللحظات أتابع التسلل والانطلاق من شاهين حمد بن محمد بن يرامس الوهيبي أتابع خامس الأسماء والانطلاق من بطاش صالح بن سيف بن محمد المنصوري أتابع أيضا القدوم والتسلل في هذه اللحظات بن شعار بن زومان يقدم لنا أشكر وصل في هذه اللحظات محمد بن مسفر بن محمد المرسان الهاجري ولكن أعود إلى مقدمة الشوط والصدارة صامد ما زال صامدا على المقدمة ساري بن بخيت بن مبارك المزروعي ينطلق مع صامد على المركز الأول المركز الثاني يتابع متعب وصل متعب وانطلق علي بن مسلم بن سالم المنصوري الشكل سلالة متعب وأداء متعب لهذه القعادين المركز الثالث وتابع انطلاق شعار الخيالي مع الشارد شارد يا الشارد خليفة بن نصيب خليفة الخيالي على المركز الثالث والمركز الرابع أتابع الانطلاق من عمار محمد بن غانب السودي المنصوري الخامس أتابع شعار بن زومان أتابع الانطلاق في هذه اللحظات من أشقر وهنا انطلاق هذه الأسماء الكيلو الأخير يا راعي متعب الكيلو الأخير انطلق في هذه اللحظات فأنت مع سلالة متعب التي لا تعرف التعب والشقاء انطلق متعب على المركز الأول علي بن مسلم بن سالم المنصوري انطلق بهذا الأداء وبهذا الشكل الجميل ولكن وصل فرق على المركز الثاني عبد الله بن سعيد بن سيف بن حمد المنصوري تسلل على المقدمة المركز الثالث وتابع انطلاق عمار محمد بن غانم السعودي المنصوري وصل مرفوق وصل شعار الهاجري لينطلق مع مرفوق صاحب نقطة هناك على أرضية المرموم 500 متر أخيرة غانب محسن فلاح الزايد الهاجري ولكن فرق والله فرق سلام فرق سلام على هذا الانطلاق عبد الله بن سعيد بن سيف بن حمد المنصوري مع فرق ودا فرق وشكله فرق مستوى فرق سلامي عليك يا المنصوري سلامي عليك يا المنصوري عبد الله بن سعيد بن سيف بن حمد المنصوري انطلق بهذا الأداء مع فرق على هذا الأداء وهذا المستوى الكبير تهانينا والناموس المركز الثاني وصل مرفوق غانم بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري والمركز الثالث كان الوصول من متعب على المركز الثالث وانطلاقة علي بن مسلم بن سالم المنصوري والمركز الرابع الانطلاق هناك
عمر بن محمد بن سالم بالبادي، والمركز الخامس في هذه اللحظات كان الانطلاق من مشاكل علي بن هلال بن مران المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. 4:30 ثلاثة أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وانطلاق فرق بهذا المستوى والأداء الفارق. فرق إذا من انتزع ناموس هذا الشوط عبد الله بن سعيد بن سيف بن حمد المنصوري المركز الثاني. هنا كان التوقيت 4:31. ثلاثة أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وانطلاق مرفوق. غانم بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري والمركز الثالث. 4:34. 7 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وانطلاق. متعب على المركز الثالث. علي بن مسلم بسالم المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.